وصلنا نحن شباب في آخر محاضرة عند موضوع الـ Repetition Control Structure اللي هي جمل التكرارية. وقبلها أخذنا مجموعة هياكل للخوارزميات، فكان عندنا الـ Sequence، كان عندنا الـ Selection، والـ Selection كان عندنا الـ One Way والـ Two Way والـ Nested If. فالآن رح ننتقل لهياكل تانية قد نضطر إنه أتعامل معها أو إني أستخدمها لما أعمل الخوارزمية أو إني أعمل الألغوريثم، اللي هي Repetition Control. إنه عندك كود أو عندك أوامر بدك تنفذها عدد بدك تنفذها أكثر من مرة. يعني عندك أوامر بدي أنفذها 10 مرات أو 20 مرة أو 40 مرة أو 1000 مرة، فبالتالي بحطها داخل جملة تكرار، داخل جملة تكرار اللي بنحكي عنها بالبرمجة هي اللوب، هي اللوب أو الريبيتيشن. أوكي، فهذا هو آخر هياكل راح نأخذها بالنسبة للألغوريثم. The repetition control structure or looping provide repeated execution of a set of actions in the algorithm. اللي هي الريبيت أو اللوب، إنك بدك تنفذ مجموعة كود أو مجموعة أوامر عدد معين من المرات، اللي هي repeated execution. Repeated execution of a set of action. أنت بدك تنفذ action عدد من العدد من المرات، 10 مرات أو 10 أو 100، عفوا 10 أو 20 أو 30 أو 100، فبالتالي بحطه داخل loop. بحطه داخل loop. يعني مثلا عندي action A بدي أنفذه أنا 100 مرة. مش مناسب إني أحكي للي process إنه process action A بعديها action A بعديها action A. لا، هيك مش مناسب. بحطه داخل دوران، بحطه داخل loop. The loop continue as a specified loop condition is evaluated to true and it will stop once the condition evaluates to false. الآن اللوب مهم جدا تنتبه على إنه رح يكون فيها condition، رح يكون عندك شرط باللوب، في عندك شرط. هذا الشرط الآن في بعض أنواع اللوب إذا صار أو إذا بقي الشرط true، طبعا الشرط له قيمتين، الشرط رح يكون بوليان إله قيمتين، إما true إنه الشرط بتحقق أو false إنه الشرط لم يتحقق. الآن بعض أنواع اللوب ما دام الشرط true، ما دام الشرط true بضله اللوب شغال، بضله دوران شغال، بضله دوران شغال. لما يصير الشرط تبع اللوب false، لما يصير false بيطلع من الدوران، بيطلع من الدوران. طبعا هذا لبعض أنواع اللوب اللي هي زي الواي لوب أو زي الفور لوب. الآن في لوب أخرى رح يكون العكس، في لوب أخرى رح يكون العكس، رح نأخذها هلأ. لكن باللوب الشغلة المهمة إنه نعرف اللوب رح استخدمه إذا عندي أكشن بدي نفذه عدد من العدد من المرات. هاي شغلة. شغلة تانية بدي أنتبه للإكزيت بوينت، بدي أنتبه لنقطة الخروج، إنه اللوب تبعي يكون في نقطة خروج، ما يضل اللوب شغال 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 وفترة طويلة جدا وما في نقطة إنه يطلع منها. لازم إني أنتبه إلها، إنه يكون في إله نقطة خروج بنسميها exit point. هذا سواء كان لللوب أو سواء للي أخذين الآن بروغرامينج بنسميه recursive function. لما يكون عندك function بنادي نفسه بدي تنتبه على إنه عندك نقطة خروج، لأنه recursive function مبدأ عمله زي اللوب، طبعا مع الفارق ما بيناتهم. الآن رح نأخذ بعد هيك شباب أنواع اللوب، أنواع اللوب أو أنواع الدوران. فعندنا أول نوع اللي هو الـ limited loop. limited loop طبعا من اسمه هو الدوران المحدود، دوران المحدود. in most computer programming languages limited or counted loops are usually provided in the form of a for structure. this type of looping is used when a counter is needed or the loop executes for a specific number of iteration. when all the iterations have completed the loop automatically finish. الآن limited loop اللي هو عادة بيعبر عنه بالفور لوب أو بالفور، جملة الفور. أغلب لغات البرمجة فيها فور، السي بلس بلس فيها فور، الباسكال فيها فور، البايثون فيها فور، وأغلب لغات البرمجة فور. الفور لوب الآن إيش يعني إيش عملها؟ لما يكون عندك أوكي إنه specific number of iteration، إنه عندك عدد معين من الدورات، يعني أنت بدك تنفذ الكود عدد معين من المرات وهذا العدد واضح،
هذا العدد واضح. يعني مثلا أنا عندي أكشن معين، أكشن A، إذا أنا بدي أنفذ أكشن A 10 مرات، إذا بدي أنفذ أكشن A 10 مرات، 10 مرات واضح إنه أنا عدد المرات تنفيذ الأكشن واضحة، فإذا بستعمل الليمتد لوب، بستعمل الليمتد لوب. بدي أنفذ مثلا مجموعة أكشنز 1000 مرة، كمان بستعمل الليمتد لوب اللي هو الفور لوب، لأنه عدد مرات تنفيذ اللوب واضحة، بتكون واضحة. طبعا هذا الإشي ما بيناسب جميع البروبلم، ما بيناسب جميع المسائل، إن قد تمر عليك بروبلم إنه عدد مرات تنفيذ اللوب مش واضحة من البداية، مش واضحة من البداية. إذا أنا الأبد أنفذ أكشنز معينة وعدد مرات تنفيذها مش واضح من البداية، بالحالة هاي ما بستعمل الليمتد لوب، بستعمل الكونديشنال لوب، بستعمل الكونديشنال لوب. أوكي، الآن مثال على الليمتد لوب يعني فلوت شارت. راح نبلش أول شيء باللي بروسس اللي هي initialization. initialization معناها وضع قيم أولية، بضع قيم أولية للكاونتر، للكاونتر. طبعا بما أنه لوب فلا بد يكون في كاونتر، لا بد يكون في عداد كاونتر. الكاونتر عشان يعد كم من مرة لوب يتنفذ، عشان يعد كم من مرة لوب يتنفذ. الآن أول شيء initialization، يعني بتضع قيم أولية خصوصا للكاونتر، بعد هيك تدخل على اللوب. طبعا هي اللوب واضح، هذا طبعا الانيشاليزيشن يعني هي جزء من اللوب، لكن الاشي بضله يتكرر. هذا هو هذا الجزء اللي حيبقى يتكرر، راح يبقى يعني ايش بتكرر. الان انيشاليزيشن وضعنا قيم أولية، بعد هيك كونديشن، شيكنا على كونديشن. طبعا هي جملة اتخاذ قرار، ديسيجن. كونديشن، كونديشن الان له قيمتين، اما ترو اور فولس، اما بتحقق او ما بتحقق. اذا كان ترو اوكي، طبعا هون شباب غيروا ليها، معلش غيروا ليها، بدال ترو حطوا الفولس، هاي فولس، هاي فولس، وبدال فولس حطوا ترو. هذا خطا بالسلايد، اكسوا ليها معلش، بدال ترو حطوا فولس، بدال فولس ترو. فبالتالي لما نوصل عند الكونديشن، مش هيك الان على الكونديشن، اذا كان الكونديشن ترو تحقق، بنفذ البادي تبع اللوب، بنفذ البادي تبع اللوب هي one or more action، action واحد او اكثر. وبعد هيك alter counter، alter counter بيعدل على الكاونتر، بيعدل على العداد، لانه العداد بحسب كم من مره اللوب بتنفذ عشان أحدد نقطة الخروج، عشان أحدد نقطة إنه بده يطلع من اللوب. بعد ما عدلنا على الكاونتر، برجع لاحظ مع السهم لوين، لعند الكونكتر، وبرجع بشيك على الكونديشن. مدام الكونديشن ترو بنفذ الأكشنز، بغير على الكاونتر ورد بيطلع مرة تانية على الكونديشن، بشيك على الكونديشن، كان ترو بنفذ أكشنز، بغير على الكاونتر ورد الآن بيطلع لعند الكونديشن. لما بيصير الكونديشن فولس، لما بيصير الكونديشن فولس بيطلع من الدوران، بيطلع من الدوران. فبالتالي هذا مثال على ليميتد لوب، اللي هو بلغه البايثون او لغات البرمجه عاده يكتب على شكل فور لوب، على شكل فور لوب. بستخدمه امتى؟ لما يكون عدد مرات تنفيذ اللوب واضحه من البدايه، عارف انا انه عندي مجموعه كود لنفذه عدد معين من المرات، فبستخدم الليمتد لوب. الآن خلينا نشوف الالجوريثم للليمتد لوب على شكل سيدو كود. for counter equal initial value to final value، مدام الكاونتر قيمه بين الانيشال فاليو للفاينل فاليو، perform action A، طبق الاكشن A أو مجموعة actions. ولاحظ معي هذا هو the body of the for loop، أو عفوا هذا هو the body of the loop، هذا هو اللي هي الـ perform action A. وأي إشي موجود هنا بين جملة الـ for و end for بيناتهم، أي إشي ما بينهم، هذا بنحكي عنه الـ body تبع اللوب، الـ body تبع اللوب. طبعا هنا في مثالنا هذا الـ body للـ for loop، هذا الـ body للـ for loop. فالآن مثلا for counter equal، فرضا initial value كان عندي 1 مثلا، to final value كانت 10، كانت 10. اوكي، فبيرفورم اكشن A، بعد هيك اند لللوب،
يعني طيب الآن إذا كان الكاونتر equal 1 to 10 perform action A، مين يحكي لي الآن action A بتنفذ كم مرة؟ action A بتنفذ كم مرة؟ آه يا عبد السلام، 9 مرات مفترض. أديش؟ 9. قلت من 1 ل 10، ف 10 يحتسب يعني ولا كيف؟ آه نعم 10، نعم يحتسب. أديش بيطلع الرقم؟ 9 10 10 10 بتنفذ 10 مرات. انت حليت على بايثون انه اخر شيء ما بياخذه، لكل حال مش مشكله مش مشكله. فالان هون الاكشن اي بتنفذ 10 مرات شباب، بتنفذ الاكشن اي 10 مرات من 1 الى 10. اللي بده يتعامل معها زي لغه البايثون انه اخر رقم ما بياخده بيصير قد 9 مرات، لكن هذا الكود مكتوب شبيه بكود سي بلس بلس، شبيه بكود C++، فبالتالي بياخذ اول قيمه بياخذ اخر قيمه، فبنفذ اكشن A اول مره كاونتر بيكون 1 بنفذ اكشن A، بعدين بتغير الكاونتر بتصير قيمته 2، يعني كاونتر اول مره قيمته 1 لانه for counter equal initial value 1 to final value 10 فperform action A اول مره الكاونتر 1 وان between هو بنفذ اكشن A اول مره red بيرجع للفور لوب، الكاونتر كان قيمته 1 بزيد 2 انكريمنت مقدار 1، بما انه انا مش محدد قديش الانكريمنت ومش محدد القيمه لها قديش، فاذا انكريمنت باي 1 صار كاونتر 2 بين 1 و10 فبيرفورم اكشن A بنفذ اكشن A للمره الثانيه اند لللوب بيرجع للفور لوب بيعمل انكريمنت للكاونتر، تذكروا هنا التر كاونتر انكريمنت للكاونتر بصير 3 وبنف 3 هي بين الواحد للعشرة نعم، فبيرفورم اكشن A بنفذ الاكشن A للمرة الثالثة وبرجع بعمل alter على الكاونتر الى 4 والى 5 و6 و7 و8 و9 و10، اخر شيء بصير 11، 11 مش بين الواحد والعشرة فبطلع من اللوب، فبالتالي هون الكود او الاكشن راح تنفذ عندنا 10 مرات، راح تنفذ عندنا 10 مرات، وواضح انه عدد مرات تنفيذ اللوب مبينه، انا حاكي له كاونتر من 1 تو 10 يعني واضح راح يتنفذ 10 مرات واضح من البدايه. يا فواز تفضل. دكتور لو حطيت الانيشال فاليو 2 شو يصير؟ بيعملها 9 مرات؟ تمام احسنت. الان لو كان انيشال فاليو 2، لو كان انيشال فاليو 2 ولا سوينا الرن لهذا الكود فبيعمل تنفيذ للاكشن A 9 مرات، نعم من 2 ل 10 اللي هم 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عدوهم 9 مرات بيطلع. تمام اوكي. طبعا في تعديلات ممكن تسويها على اللوب انه الستيب زي ما انتم اخذتوا بالبايثون تكون بالموجب او بالسالب الى اخره، لكن احنا الان نحكي على سيدو كود، انا ما بحكي على بروجرامينج بالبايثون، لا انا بحكي على سيدو كود، انا عندي دوران وعندي اكشن بتنفذ عدد من المرات واضح العدد، بالتالي بستعمل الليميتد لوب اللي هي الفور لوب، وهي اسهل انواع اللوب، يعني انا يعني بروجرامر اذا بدي اكتب لوب اذا انا مش مضطر استعمل الوايل او الريبيت انتل فورا بلجأ للفور لوب، لان الفور لوب هي ابسط نوع واسهل نوع، أسهل نوع حتى يعني للكتابة. لكن في مسائل أخرى الفور لوب مش مناسبة، الفور لوب مش مناسبة. كيف؟ زي مثلا بدي أقرأ علامات طلاب إلى أنه طالب يدخل علامة سالب واحد، بدي أقرأ علامات طلاب وأحسب الأفرج لإلهم أو أحسب المعدل اللي لإلهم إلى أنه طالب يدخل لي علامة سالب واحد. في هذا المثال هلأ يا ترى بقدر أحله بالفور لوب؟ لا لأنه مو محدد يعني كم مرات الدوران. روام تحكي لا تمام. طيب كمان من عنده تعليق؟ أي فواز أو حدا ثاني؟ مش فاهم السؤال دكتور. مش فاهم السؤال. السؤال إذا أنا بدي أكتب algorithm أقرأ علامات طلاب وأطلع الأفرج لإلهم، أطلع معدل علاماتهم إلى أنه طالب يعطيني يدخل لي علامة سالب واحد، يعني بدي أقرأ علامة أول طالب بعدين أقرأ علامة ثاني طالب بعدين أقرأ علامة ثالث طالب إلى أنه طالب يدخل لي علامة سالب واحد، طبعا ما في سالب واحد فأنا بعرف أنه خلص أنه يعني ما راح أقرأ علامة ثانية،
بعد هيك بحسب الافرج. تفضلي هيثم. ما بنستخدم معه فور دكتور. ما بنستخدم معه فور. اوكي ليش؟ طيب لانه هيك بصير في شرط عندنا. هنا في شرط عندنا. الشرط اللي هنا ناقص واحد، لازم ادخل العلامه انا. اوكي الان اللوجيك للمساله اللي انا حكيتها واضح انه عدد مرات تنفيذ اللوب مش مبينه حسب الداتا اللي بيتم ادخالها. اللوب يتنفذ، ممكن اللوب يقرا 100 قيمه والقيمه 101 تكون سالب واحد، وممكن لوب، ممكن هذا اللوب نفسه انفذه مره ثانيه اقرا لي 10 قيم والقيمه 11 تكون سالب واحد. لان بما انه عدد مرات تنفيذ الكود او اللوب مش مبينه، فبالتالي ما بستعمل الليمتد لوب، ما بستعمل الليمتد لوب، بستعمل لوب ثانيه، بستعمل لوب ثانيه اللي هي بنحكي عنها يعني كونديشنال لوب. عبد السلام عندك اي تعليق؟ لا دكتور لا. اوكي يا فواز تفضل. مو دكتور، ما احنا بنحط انه عدد الطلاب مثلا 50، حط انه من واحد ل 50. الان شوف، اذا نحن عارفين عددهم تمام، اذا نحن عارفين عددهم تمام، لكن بركي انت مش عارف عددهم. ساعتها بتزبطش، ساعتها ما بزبطش بالضبط. تمام، فالان رح ننتقل للنوع التالي من انواع اللوب اللي هو الكونديشنال لوب، اللي هو اللوب الشرطي او الدوران الشرطي. الدوران الشرطي اللي فيه شرط. This type of looping is useful when a number of repetitions cannot be specified ahead of time. لاحظ معي انه عدد مرات تكرار اللوب، عدد مرات تكرار اللوب مش مبين معي من البداية، مش مبين معي من البداية. Cannot be specified ahead of time. The loop will continue to perform the body of the loop as long as the particular condition is valid. ما دام الكونديشن تبع اللوب ترو يعني صح، بضل الدوران شغال، بضل اللوب بيشتغل بنفذ الاكشن. This form of conditions is represented in the form of do while structure and repeat until and repeat until. اوكي الان من الامثله على الكونديشنال لوب اللي هو الدو وايل، الدو وايل او الريبيت انتل ستراكشر او الريبيت انتل، هذول عباره عن كونديشنال لوب. طبعا في فرق بيناتهم، طبعا في فرق بيناتهم. الان الفرق بيناتهم راح نحكي، لكن هنا عباره عن كونديشنال لوب، بستخدمهم اذا كان عدد مرات تنفيذ البادي تبع اللوب مش معروف الي من البدايه، مش معروف الي من البدايه. In the do while the condition is tested before the actions are performed. Thus in a do while the actions will be executed zero or more. الآن بالdo while يا شباب الاكشن او عفوا الكونديشن از تيستد بيفور، انه بالdo while انا بدي اشيك على الكونديشن قبل ما ادخل للبادي تبع اللوب، قبل ما ادخل للبادي تبع اللوب بدي اعمل تيست للكونديشن، بدي اعمل تيست للكونديشن. اذا كان كونديشن ترو بنفذ اللوب، بنفذ اللوب. ما دام الكونديشن ترو بنفذ اللوب، لما يصير كونديشن فولس بيطلع من الدوران، بيطلع من اللوب. فبالتالي اذا انا بدي ادخل على لوب وكان الكونديشن من البدايه فولس، كان كونديشن من البدايه فولس، ما راح يتنفذ الدوران نهائيا. يعني البادي تبعه الاكشنز اللي جوات اللوب ما راح يتنفذوا. ليش؟ لانه انا بشيك على الكونديشن قبل ما ادخل على البادي تبع اللوب. اذا الكونديشن كان فولس بطلع منه. فإذا كان condition false بطلع منه، إذا كان condition true بدخل البادي تبع اللوب. فبالتالي do while loop ممكن إنها تتنفذ executed zero or more times، ممكن تتنفذ zero time يعني ولا مرة. مين هو البادي تبع اللوب اللي هي التاسكس أو الـ أو الأكشن جوات اللوب؟ الآن بالمقابل عندنا repeat until structure. The condition is tested after the actions are performed. Thus, in a repeat until the body of the loop will always be executed at least once. الآن بالrepeat until لاحظوا معي إنه condition tested after the action. After the action to be performed.
انه بالريبيت انتل بتدخل على البادي تبع اللوب بتنفذ الاكشنز تبعت اللوب، بعدين في نهايه اللوب بشيك على الكونديشن وبالريبيت انتل ما دام الكونديشن اوكي بالريبيت انتل ما دام الكونديشن فولس اللوب بتنفذ. بالريبيت انتل لما يكون الكونديشن فولس the loop will be execute when the condition لما يصير الكونديشن true it will exit from the loop. يعني بالريبيت انتل ما دام الكونديشن فولس بضله بنفذ باللوب لما يصير الكونديشن ترو لما يصير الكونديشن ترو بيطلع من اللوب اوكي فروم ذا لوب. هذا هو الريبيت انتل. هاي فرق طبعا. وفي فرق اخر حكينا عنه انه بالريبيت انتل بنفذ البادي تبع اللوب بنفذ الاكشن تبعت اللوب باخر اللوب بشيك على الشرط the condition is tested after the actions are performed. واذا كان الكونديشن فولس بنفذ اللوب ما دام الكونديشن فولس. لما يصير كونديشن ترو بيطلع من اللوب فبالتالي thus in a repeat until the body of the loop will always be executed at least once. انه البادي تبع الريبيت انتل بتنفذ على الاقل مره واحده لانه رح يدخل للبادي تبع اللوب بدايه من البدايه بعدين بشيك على الكونديشن. فاذا كان الكونديشن ترو بيطلع من اللوب. فاللوب كم مره بتنفذ؟ مره واحده على الاقل بعكس الدو وايل. الدو وايل هو بشيك على الكونديشن من البدايه. اذا كان كونديشن ترو بيدخل لللوب، اذا كان كونديشن فولس بيطلع من اللوب. فبالدو وايل ممكن ينفذ البادي تبع اللوب زيرو تايمز او اكثر طبعا، بينما بالريبيت انتل بينفذ البادي تبع اللوب على الاقل مره واحده طبعا مره او اكثر. طيب خلينا ناخذ مثال عليهم، لانه اكيد البعض يعني واضح بالنسبه له هذا الشيء والبعض يمكن لا، لكن هي فروقات مهم انه نحن نعرفها بين الدو وايل بين الريبيت انتل. طبعا الريبيت انتل الان في بعض اللغات البرمجه يعني بيعمل دعم لها والبعض لا، السي بلس بلس بدعمها لكن بلوجيك شوي مختلف، الباسكال بدعمها تماما بنفس اللوجيك اللي عم نحكي عنه هلا، البايثون على حد حلمي ما بتدعم الريبيت انتل. طيب الان اوكي نبلش ناخذ مثال عليها. الان المثال اللي فوق اللي هو اللوجيك تبع الريبيت انتل، والمثال اللي بعده اللي هو الدو وايل. لاحظ معي الان بالريبيت انتل انه اول شيء دخلنا على السيركل هاي، بعدين نفذنا البادي تبع اللوب. لاحظ معي one or more action، هذا هو البادي تبع اللوب نفذناه. اوكي هذا هو البادي تبع اللوب هي هنا. body of the loop الاكشنز اللي جوات اللوب، هذا هو البادي تبع اللوب. فبتنفذ بالريبيت انتل، بعدين بشيك على الكونديشن ما دام الكونديشن فولس بيرجع بنفذ البادي تبع اللوب، رد بشيك على الكونديشن. ما دام الكونديشن فولس بيرجع بنفذ اللوب. لما يصير الكونديشن ترو بيطلع من الدوران، لانه هو اسمه ريبيت انتل، كرر ما لم فعشان هيك الكونديشن له شوي معكوس، ما دام فولس بكرر اللوب، لما يصير ترو بيطلع من اللوب. هذا بالنسبه للريبيت انتل. الان الدو وايل، شوف معي الدو وايل الان اول شيء بشيك على الكونديشن، لاحظوا معي بشيك على الكونديشن من البدايه، بينما هنا بالريبيت انتل ما شيك على الكونديشن من البدايه، من البدايه دخل على البادي تبع اللوب بالريبيت انتل. بالدو وايل من البدايه راح شيك على الكونديشن،
عمل تيست الكونديشن، ما دام الكونديشن ترو بنفذ البادي تبع اللوب اللي هي one or more action، هذا البادي تبع اللوب بنفذه، بعد هيك برجع بشيك على الكونديشن، ما دام ترو بنفذ اللوب بشيك على الكونديشن، ترو بنفذ بنفذ الكود او الاكشن وبرجع بشيك على الكونديشن. لما بصير الكونديشن فولس بيطلع من الدوران، بيطلع من الدوران. هذا امتى؟ هذا بالدو وايل، هذا بالدو وايل. الان نشوف الريبيت انتل سيدو كود. ريبيت one or more actions the body of the loop until some condition is true. هذا هو شكل الريبيت until. ريبيت لاحظ معي بنفذ البادي تبع اللوب، بعد هيك بشيك على الكونديشن، ما دام فولس ريد برجع بنفذ الكود، فولس برجع بنفذ الكود. لما يصير ترو بيطلع من الدوران، لانه until، until معناها ما لم. بينما الان السيد كود اللي تحت اللي هو للدو وايل، do while some condition is true. لاحظ معي do while some condition is true، ما دام الكونديشن ترو بنفذ، بدخل على البادي تبع اللوب اللي هو one or more actions the body of the loop، وبرجع بشيك على الكونديشن، ما دام الكونديشن ترو بنفذ الاكشنز، رد برجع بشيك على الكونديشن. لما يصير الكونديشن فولس بيطلع من الدوران، لما يصير الكونديشن فولس بيطلع من الدوران. فهذا هو اللوجيك تبع الدو وايل والريبيت انتل. طبعا الدو وايل هي مشهوره جدا ومستخدمه في لغات برمجه كثيره. الريبيت انتل طبعا ممكن الان اللوب بالدو وايل تعمله بالريبيت انتل، وممكن الريبيت انتل تعمله بالدو وايل، لكن الاسهل والابسط اللي هو الدو وايل. الدو وايل اللوجيك تبعه الى حد ما اسهل وابسط من الريبيت انتل. طيب يا شباب تفضل يا هيثم. تفضل يا هيثم او يا فواز. دكتور هسه البادي اوف ذا لوب، نعم، بقدر احط جواته كمان لوب؟ طبعا اكيد البادي تبع اللوب هنا او هنا مثلا، ممكن احط جواته اللوب، ممكن احط جواته يا ديسيجن زي جمله اف، اكيد بصير. حلو. تفضل يا هيثم. هيثم مش معنا. طب اوكي شباب، حد عنده اي سؤال بشكل اولي؟ طبعا رح ناخذ عليهم اكزامبلز اكيد، لانه بدون اكزامبلز ما رح تفهموا الدو وايل والفور والريبيت انتل تماما. لكن الان بشكل اولي دكتور. نعم تفضلي. بدي اسالك، يعني هسه الريبيت بالاول بفوت بشيك على الشرط اذا كانت ترو او فولس، اذا فولس برجع بكمل. دقيقة شوية، الآن الريبيت أول إشي بنفذ الأكشن اللي هو بادي تبع اللوب. أول إشي بنفذ، أول إشي بنفذ، هيو هو دخلنا من فوق نحنا، بنفذ الأكشن اللي هي بادي تبع اللوب، بعد هيك بنهاية اللوب بشيك على الكونديشن، بيعمل تيست لإله، إذا الكونديشن فولس رد بنفذ اللوب مرة تانية، ما دام الكونديشن فولس بنفذ اللوب. لما يصير الكونديشن ترو بطلع من اللوب، لانه هو اسمه ريبيت انتل، كرر ما لم، كرر ما لم. طب مين اللي بالاول بشيك على الشرط ومين اللي بالاخر بشيك على الشرط؟ هلا الريبيت انتل واضح انه بشيك على الشرط بالاخير، بالاخر اما الدو وايل بشيك على الشرط من البدايه. هيا وهنا على السيدو كود واضح دو وايل سم كونديشن، شيكنا على الشرط من البدايه. بالريبيت انتل شوفي معي، ريبيت عمل الاكشنز، بعدين اخر اشي شيك على الكونديشن اللي هو الشرط. اوكي تمام شباب، حد عنده اي سؤال؟ حد عنده اي سؤال؟ طيب اوكي، خلينا ننتقل للموضوع اللي بعده. اوكي الان الموضوع التالي شباب اللي هو نستد لوب. النستد لوب اللي هو السؤال اللي حكاه يا زميلكم، انه داخل لوب هل ممكن انا احط لوب؟ اكيد نعم. فبالتالي نستد لوب اللي هو لما يكون عندك دوران بداخله دوران، لما يكون عندك دوران بداخله دوران، زي النستد اف، زي النستد اف. كيف كانت عندنا اف داخلها اف؟ الان هنا كمان بقدر اعمل لوب وبداخله لوب. When you place a loop structure inside another loop structure, this is called nested loop structure. The inner will be executed
each time the outer loop executes. أوكي. الآن شباب بالنسبة للنستد لوب، أنت لما تضع لوب داخل لوب آخر، لما تضع لوب داخل لوب آخر بالحالة هاي بيكون عندك نستد لوب، بيكون عندك نستد لوب. الآن الإنر لوب اللي هو الداخلي، الإنر لوب الداخلي زي السيد كود اللي عندنا الآن، لاحظوا معي لوب 1 بداخله لوب 2، لوب 2 بداخله بيرفورم أكشن A، بعد هيك إند للوب 2، بعد هيك إند للوب 1. فالآن هذا هو الكود تبع لوب 2 وهذا هو اللوب 1. فالآن الخارجي هو بنسميه الأوتر، هذا الخارجي بنسميه الأوتر لوب، اللوب الخارجي الأوتر، واللي لوب 2 هذا بنسميه الإنر لوب، هذا لوب 2 نحن بنسميه الإنر لوب اللي هو اللوب الداخلي. الآن الإنر لوب بتنفذ عدد من المرات، في كل مرة بتنفذ فيها اللوب 1. كيف؟ هاي بدنا نعطي عليها مثال والوقت الآن انتهى تقريباً.